السلام عليكم. الحين من مساوي أعمال الكهرباء تركيب المواسير الشاحن الدرج من دون ترك أي مسافة أو غطاء خرساني، وهذا خطأ. هذا خطأ، يجب أن يتم تغطية هذه المواسير الكهرباء أو إظهارها، ولكن لا تظهر جماليا غير جميلة إن ظهرت. يجب إخفائها بقلب الخرسانة، ولم يتم أخذ الحسبان إخفائها ضمن الشاحن.